شاء الله كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. رمضان كريم، ورمضان شهر المحبة والإخاء والتسامح. نتمنى أن يعم السلام في ربوع سوريا الحبيبة، أن يعم السلام في سوريا وفي كل دول العالم. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله، وبتمنى لشعب سوريا وأهل سوريا بخير وسلامة، إن شاء الله بتفك الأزمة عن سوريا بجاه سيدنا محمد. رمضان كريم إن شاء الله ينعاد علينا وعلى جميع السوريين بخير وبصحة، وإن شاء الله نتمنى برمضان القادم إنه الخير راجع لسوريا والأمان راجع لسوريا. ينعاد عليكم بالخير والسلامة إن شاء الله، وعلى الشعب السوري بالخير والسلامة. الله سبحانه وتعالى يخلصنا من هالأزمة ويبعث الرحمة والشفقة بقلوب التجار، والأسعار تخف والمواطنين يعانون معاناة كبيرة وشديدة. اللهم ربي يسر وتخلص الأمور، وإن شاء الله خير، وكل عام وأنتم بخير وسنة طيبة إن شاء الله.